إشعياء النبي لما تكلم عن الصوم وعن دوافع الصوم في إشعياء 58، هو مش كل واحد بقول اللهم إني صائم وبيعمل السبعة وذمتها، مش واحد بيكون صائم للناس يظهر للناس، بدل ما إنه الله الذي يرى في الخفاء هو يجازي علنية. فشو بيتكلم إشعياء في إصحاح 58 آية 6؟ أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. لاحظ أن المسيح قال هين، لأن نيري هين. ولما بتقرأ تعليم المسيح عظته على الجبل عندما يبتدئ ويقول طوبى للمساكين بالروح، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، وهكذا يستمر منهيا قائلا طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، بل افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات. في أرميا إصحاح 6 آية 16 يتساءل يقول أين هو الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. قال يسوع تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فعندما نتعلم من يسوع المسيح ونسلك ونسير في طريق ونسير في وصاياه، فعلا نكتشف أنه راحة لنفوسنا.